سحلب حليب هو نداء الشهير لبائع السحلب الذي يجول شوارع المدن السورية صباحاً كل يوم. كذلك عبده في خان شيخون الذي يبيع الشراب الشتوي الأشهر في سوريا، والذي يقول أنه لا بديل له في الأيام الباردة، وأن الطلاب والعمال والموظفين اعتادوا هذه الوجبة الخفيفة والدافئة قبل الوصول إلى وجهاتهم كل صباح. السحلب هو طيب ومفيد بالشتاء، يعني هلا العالم تطلع على الشغل مثلا بكير، يعني بمر بده كاسة سحلب، هاي كاسة سحلب مفيد الصبح بكير لطلاب المدارس الأولاد، يعني هو بالنتيجة حليب. لعربة السحلب شكل خاص، ويتميز الشراب الساخن الشعبي أيضا بالبساطة عبر البيع والتقديم في الشارع من عربة البائع وبشكل فوري. وطريقة تحضير السحلب سهلة لكنها تحتاج للخبرة الطويلة كما يعتقد عبده، فهو يتكون من الحليب ونشاء السحلب والسكر فقط، وتضاف القرفة أو جوز الهند أخيرا أو حسب الطلب، لكن لكل بائع مقاديره الخاصة به وزبائنه. سحلب كويس، أنا كل النهار قبل ما أروح الشغل بجي لهم بشرب سحلب، بشتغل أنا بالمنشرة بالجلخ تعدي صدري، بشرب سحلب كويس للصدر، وهون السحلب أطيب شيء بالخان. العديد من المأكولات والمشروبات التراثية السورية باختلاف مواسمها لا تزال موجودة رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد. يعتبر هنا السحلب باب رزق لعبده وعائلته، بينما يعتبره الكثير من السوريين في المهجر واحدا من الذكريات التي لا تنسى.